هنتكلم على دراجات الموت، الموتوسيكلات اللي بتستخدم في الفترة الأخيرة في عمليات قتل ضباط وجنود وأمناء شرطة في عدد من المحافظات. الموضوع ظهر في أقوى أشكاله في محافظة الشرقية. 6 من أمناء الشرطة تم استهدافهم وقتلوا بنفس الطريقة عن طريق دراجة بخارية بيقودها شخص، والشخص الآخر اللي بيكون جالس خلفه بيكون معاه السلاح الآلي اللي عن طريقه بيتم قتل المستهدف. طبعا بنطرح السؤال اللي هيظهر على حضراتكم على الشاشة وأرقام التليفونات تشاركونا فيها الإجابة عن هذا السؤال. هل بتؤيد بالفعل منع سير الدراجات البخارية في مصر؟ البعض قد يرى أنه فكرة المنع بشكل كامل ستؤثر على البعض اللي بالنسبة لهم الدراجة البخارية دي هي مصدر رزق أو هي وسيلة مواصلات سهلة وغير مكلفة، و بيرى ان فكرة المنع دي هيتم فيها ان احنا هنجور على حق الاخرين من الناس اللي هي بتكون بالنسبة لها هذه الوسيلة هي الوسيلة الوحيدة والسهلة للمواصلات او زي ما قلت للرزق. لكن البعض الاخر بيرى بانه عندما تقتضي الضرورة والامن الوطني امن القومي في مصر يقتضي بالمنع ولو حتى لفترة صغيرة، فترة صغيرة، وبعدين بعد كده مع وجود برلمان يبقى فيه تشريع، هذا التشريع يقنن طريقة استخدام هذه الوسيلة كوسيلة مواصلات. لكن حتى يتم منع سير هذه الدراجات البخارية في كل شوارع مصر يجب أن يصدر رئيس الجمهورية المستشار عدلي منصور تشريع خاص بحظر سير هذه الدراجات. البعض بيرى بأنه الأمر يستدعي بالفعل صدور قرار بهذا الشكل. معايا اللواء مجدي البسيوني مساعد وزير الداخليه الاسبق. مساء الخير يا فندم. ايمان اهلا بحضرتك. اهلا بحضرتك. يمكن حضرتك من اول الناس اللي حذرت من هذه الكارثه، هل حان الوقت لمنع سير هذه الدراجات البخاريه في شوارع مصر؟ شوفي انا احييكي على تعبير جميل جدا اطلقتيه دلوقتي، وصفتيها بقولتي ايه؟ قلتي دراجات الموت. عندما وكانت قبل دراجات الموت كانت اسمها دراجات السرقات، لا تنسي هذا. كانت نعم. اسهل وسيله لخطف الشنطه من الستات والسلاسل وهو الى اخره. طيب احنا امام ظروف استثنائيه، امام ظروف صعبه، وثبت بالدليل القاطع خلاص بقت دلوقتي اصبحت اداه سهله جدا جدا زي ما تفضلت اداه الموت في ارتكاب جرائم الاغتيالات والتفجيرات وهو الى اخره. ليه؟ لأن الموتوسيكل الدراجة البخارية سهلة جدا في الهروب. صحيح. سهلة في المناورة. سهلة ولا يمكن لسيارة شرطة ولا للناس أن يلاحقوها أو يطاردوها. وده اللي حصل. طيب يبقى إذا عندما تتكرر وتصبح ظاهرة إجرامية، قلت الكلام ده من زمان. مش بقول كده علشان خاطر هاخد براءة اختراع، لكن لحرصي على الأمن ولخبرتي بالأمن قلت يا جماعة ما لا يؤخذ كله لا يترك كله. حاجتين اتنين يا سيدتي الفاضلة. أولا مفيش حاجة اسمها في الشارع تمشي دراجة بخارية ولا سيارة ولا توك توك من غير لوحة معدنية. مظبوط. البني آدم الإنسان محظور إنه يمشي من غير بطاقة، وهو بني آدم سهل إن أنا أتعرف عليه. من غير بطاقة لا تبقى جنحة. كذلك الظاهرة السخيفة اللي أصبحت دلوقتي مستوردة دراجات بخارية بدون لوحات معدنية وعربيات، لا يبقى هنا المسألة مسألة قانون صارم يطبق. ولو الناس كلها عرفت أن القانون صارم ومشدد بمنتهى القسوة والصرامة وما سيادة القانون هيلتزموا، والله هيلتزموا. الحاجة الثانية بقى، طيب افترضنا ان انا معايا موتوسيكل وبلوحة معدنية، ماشي، قد يكون مسروق وارتكب بيه جريمة. صحيح، وده بيحصل كتير. يبقى اذا انا والضرورة والتي ضحى صوتي بشأنها وسهل جدا عدم ركوب اثنين على موتوسيكل. ليه؟ لان واحد لما يركب موتوسيكل علشان يطلع سلاح ويضرب هيقع بالموتوسيكل، مش هيعرف يناول، مش هيعرف يسوق الموتوسيكل، مش زي صحيح. العربيه. صحيح. الموتوسيكل يختل توازنه بسرعه مع اي حركه. وهذا ما نشاهده ونعلمه جميعا. فركوب اثنين لا، نهائي ممنوع. يعني ده اضعف الايمان.
انه على الاقل يبقى في قانون او قرار بانه ممنوع يكون في اكتر من شخصين على الموتوسيكل، يبقى هو شخص واحد. يا استاذه ايمان، دم اي واحد سقط شهيدا بسبب الموتوسيكلات في رقبة الدولة المتأخرة في كل شيء. لو كانت الهبة اللي شفناها النهاردة بعد حادث بورسعيد نفذت من زمان، من يوم ما اقترحنا هذا الاقتراح كان على الأقل هنحد من الجريمة. صحيح، مش هنمنعها يا أستاذة إيمان، بس هنصعب على الإرهابي، هنصعب على الجاني مهمته على الأقل. بالضبط كده، بالضبط كده. حان الوقت، وقلت انا كلام في مداخلات دلوقتي من شويه، من بكره الصبح تشريع وينفذ بمنتهى القوه. طب لو ركب اثنين وفايتين في شوارع او امام كمين، يحق لرجل الشرطه فورا ان يطلق النار في الهواء لتهديده. والله العظيم لو فعل هذا بصرامه ما حد هيركب اثنين، وهنحد من هذه الجريمه. صحيح، وده حضرتك يعني قلت الحل اللي هو يعني اضعف الايمان، علشان لا نكون ظلمنا اللي عندهم موتوسيكلات وبيستخدموها كوسيله مواصلات او كمصدر للرزق، وفي نفس الوقت أيوة. اكون حديت من ظاهره انه اثنين على موتوسيكل بيعدوا قدام ضابط شرطه ولا امين شرطه ولا عسكري يضربوا عليه نار ويهربوا بمنتهى السهوله، وزي ما حضرتك قلت لا في عربيه ولا في اي مواطن يستطيع ان هو يلحق باي دراجه بخاريه بيطيروا. بشكر حضرتك، بشكر حضرتك، شكرا جزيلا. معايا اللي هو محمد عبد اللطيف محافظ دمياط. مساء الخير يا فندم. مساء الخير يا استاذ. سياده اللواء، مساء الخير يا استاذ. اهلا بحضرتك. اهلا بيك يا فندم. هل بتؤيد فكره انه يكون في تشريع استثنائي في هذا الوقت بيحظر سير الدراجات البخاريه، او على الاقل يحظر انه يتواجد على الدراجه البخاريه الواحده اكثر من شخص؟ والله انا في البدايه بشكر حضرتك على المقدمه اللي حضرتك قلتيها في تقديم البرنامج، وبشكر الاخ العزيز ساتلو مجدي لانه لمس كذا نقطه مهمه. لكن انا طبعا يعني كمسؤول تنفيذي باصر وان احنا بل بالح على سرعه صدور هذا التشريع، لان احنا حقيقه كتنفيذيين بنواجه كذا مشكله. فعلا ايه المشكله يا فندم اللي حضرتك لامسها في محافظه دمياط؟ المشكله يعني انا اعتقد ان دي في كل المحافظات، الاستيراد المفتوح بدون ضوابط. يعني دي مشكله النهارده، الاستيراد المفتوح بدون ضوابط لدرجات الموت او درجات السيره زي ما الاخ ستلو مجدي يسمعها. النقطه الثانيه، البيع بالقسط المريح وبدون مقدمات وباقساط شهريه قد تكون لا تساوي ثمن علبه سجاير او حاجه يعني. فده بيواجهنا لما بننفذ. طبعا هو المفروض، بس انه وزير الداخليه دلوقتي على حسب ما جاء في موقع اليوم السابع بانه قال انه ساطلب مجلس الوزراء حظر استيراد الموتوسيكلات، لكن المشكله مش في القادم، المشكله في اللي موجود دلوقتي. انا يا فندم انا عايز اضيف على مطلب السيد وزير الداخليه مطلب اخر، ويا ريت يعني السيد الداخليه يساعدنا فيه. تشريع بحريه التصرف للجهه الاداريه، يعني انا بصادر عندي 4000 5000 6000 موتوسيكل مش عارف اتصرف فيهم، والراجل سايبهم وبلع عبء عليا كحراسه وكتامين وكخدمات، واجي اتصرف فيهم يقول لك ممنوع. انا اتصرف فيهم ثمن البيع لحزينه الدوله يقول لك قرار النيابه. قرار النيابه ما بيطلعش، فاحنا نرجو ان يطلع تشريع يعطي حريه للجهه الاداريه في التصرف. انا كمواطن واخد موتوسيكل بملاليم وبدفع صب مش هيقدر نفسه، وخاصه ان الجماعه الحرفيين والمهنيين اللي اليوميه بتاعته بتعدي ال 200 300 جنيه، ومحافظه بتاعتي اللي انا في دمياط، انا مش رايح اجري اعطل نفسي يومين ثلاثه عشان موتوسيكل بدفع له 30 جنيه في الشهر. فبيسيب الموتوسيكل بتاعه ما بيسالش عليه خالص، ويقول لك بناقص 30 جنيه دول ومش هعطل نفسه عشان ما حدش يقبض عليا. في الحاله ده، في الحاله دي بيفضل عبء، الموتوسيكل ده موجود عبء عند وزاره الداخليه. انا بقول لحضرتك انا عندي لا يقل عن 6000 موتوسيكل، احنا يوميا بنلم مش اقل من 150 موتوسيكل يوميا. بتلموهم بمعنى ايه يا فندم؟ بنصادرهم. بتصادرهم بسبب مخالفات بدون ترخيص. بدون ترخيص. الـ السلوك عكس الاتجاه، السلوك في المناطق الممنوعه،
مخالفات كتير جدا، مخالفات كتير جدا حضرتك، لكن انا عمال اصادر وعمال اشون عندي، وبعدين اجي اتصرف وعليا عبء خدمات بالليل وحراسه وتامين، وبتهجموا عليهم تاني بالليل. خلي بال حضرتك يعني اصحاب المستكلات دي بيجوا عايزين يتهجموا عليهم بالليل، فانا بطالب بسرعه صدور تشريع ان احنا نتصرف في هذه المستكلات، لان هو المواطن لو حس المستكل بتاعه هيتباع. سياده اللواء، طيب بشكر سياده اللواء محمد عبد اللطيف محافظ دمياط. معايا كمان اللواء حسن البرديسي مدير الاداره العامه لمرور القاهره. مساء الخير يا فندم. مساء النور يا فندم، اهلا وسهلا. اهلا بحضرتك. هل نستطيع ان احنا نقول انه حان الوقت لان احنا ما نشوفش هذه الدرجات البخاريه في شوارع مصر؟ وهل لو كان الحل ده مستحيل، هل ممكن ننزل بسقف طموحات شويه وعلى الاقل يكون في شخص واحد هو اللي بيقود دراجه بخاريه مش اثنين؟ لا حضرتك، هو مش مستحيل. ايه اللي مستحيل بالظبط؟ اللي مش مستحيل ان احنا نكتسب ظاهره السير بدون لوحات بنزل الموتوسيكلات في مصر، مش مستحيل. مش مستحيل. اللي بيحصل دلوقتي والحملات اللي موجوده وتعليمات السيد الوزير النهارده لكل مدير الامن وكل ادارات المرور على مستوى مصر كلها، النهارده التعليمات بتقول بس ان مش رجال المرور واقفين لوحدهم عشان يطاردوا الموتوسيكلات اللي بدون لوحات، لا، كل اقسام الشرطه، كل ضباط المباحث كلهم في حملات مشتركه دلوقتي مع ضباط المرور. وعلى مدى اليوم اعتبارا من النهارده الجميع موجودين في الشارع لمطارده الموتوسيكلات اللي بدون لوحات. انا عايز اقول لحضرتك ان احنا يمكن حضرتك بتعرضي صور دلوقتي، ده واحد من اربع اماكن في اداره مرور القاهره بيتم حجز الموتوسيكلات فيها على مدى الشهرين. احنا كمحافظ دمياط بيقول لنا ان عنده بس في المحافظه اكتر من 6000 موتوسيكل، مش عارف يعمل فيهم ايه. في القاهره بيفوق العدد حوالي 250000 في القاهره. بالنسبه للقاهره احنا ضابطين في خلال الشهر ونص الاخراني اكتر من 4067 موتوسيكل. ده بقول لحضرتك ده واحد من اماكن اربعه دلوقتي مليانين على اخرهم بالنسبه للموتوسيكلات اللي بدون لوحات. طيب سياده اللواء، هل كافي لوقف العمليات الارهابيه اللي بتتم باستخدام هذه الدرجات البخاريه؟ هل كافي فقط انه يكون في حمله لضبط الدرجات اللي ما عليهاش ترخيص او اللي تراخيصها غير صحيحه او اللي ما عليهاش نمر، ولا الاجدى وعلى الاقل في هذا التوقيت انه يكون في منع كامل؟ احنا لازم هنشتغل على كذا محور. المحور الاولاني ان احنا دلوقتي يعني هنعدل اللائحه بما لا يسمح بركوب اكثر من شخص على الموتوسيكل. تمام. الحاجه الثانيه ان الحملات المكثفه الموجوده هتفحص الموتوسيكلات المرخصه اللي عليها لوحات واللي ما عليهاش لوحات. لان احنا دلوقتي هنوسع دائره الاشتراك في كل الموتوسيكل، اصبح قاسم مشترك في كل الجرائم الارهابيه والجنائيه اللي موجوده في الشارع المصري، من اول حالات الاغتيال لغايه حالات خطف السلاسل والشرط للسيدات في الشارع وترويع الناس في الشارع. كل ده هيتم مطاردته وهيتم تكثيف الحملات عليه. محور ثاني هنتعامل عليه ان احنا بنناشد وزير الماليه وبنعمل الاجراءات اللازمه مع وزاره الماليه بحيث ان احنا نمنع استيراد الموتوسيكلات من الاصل، وبنناشد وزير الصناعه ان احنا نوقف التراخيص تجميع الموتوسيكلات داخل مصر. وبالطريقين دول احنا بنحاول نجفف المنابع بالنسبه للموتوسيكلات على مستوى القاهره وعلى مستوى مصر كلها. السوق اصبح متشبع بالنوعيه دي من الموتوسيكلات، ومش معقول ان انا افضل سايق موتوسيكلات تستورد من الخارج والموتوسيكل كله ثمنه 2000 جنيه بيدفع المقدم 100 جنيه والباقي بيتقسط في الشهر ب 100 جنيه. طبعا حاجه في منتهى الخطوره. احنا الموضوع اصبح موضوع امن قومي. صحيح. الموتوسيكلات تشتغل كلها في الموضوع، لابد ان احنا الجهات الاخرى في الحكومه وفي طيب الحكومة هي ايه فلسفه القتل عن طريق استخدام الموتوسيكل؟ هل الفلسفه هنا بانها اسهل الهرب بيبقى اسهل، استهداف الشخص بيبقى اسهل؟ طبعا وسيله خطيره جدا وسريعه جدا في الهروب وفي التخفي. طبعا وسيله سريعه جدا للهروب الموتوسيكل، فطبعا هو عشان كده بيبقى عنده قدره على المناوره وعنده قدره كبيره على الهروب. وده اللي بيخلي ان هو يستخدم في هذا النوع من الجرائم. انت حضرتك عارفه ان حركه المرور في مصر عموما وفي القاهره بالذات الكثافات المروريه اللي موجوده والازمه المروريه بتخلي تحرك السيارات داخل المدينه ببطء، ويعني فلو سياره عملت الكلام ده سهل انها تتضبط، لكن الموتوسيكل بقى عنده قدره اكبر على الحركه وقدره اكبر على المناوره والهروب.
فإذا دي الطريقة السهلة لارتكاب كل الأعمال الإجرامية والإرهابية واستهداف الشخصيات في الشرقية. شفنا دي نفس طريقة استهداف اللي هو محمد السعيد، دي نفس طريقة استشهاد الاثنين الضابط والمجند الأمن المركزي النهارده في إسماعيلية وفي بورسعيد. هل الأشخاص اللي بيتم سحب الموتوسيكلات الخاصة بيهم أو درجات البخارية الخاصة بيهم اللي احنا شايفين في الصورة حضرتك بتقولي أكتر 250 ألف، هل كلهم بعد كده بيشتبه فيهم ولا بيبقى فيه بعضهم فقط يعني دي بتبقى مجرد مخالفة؟ أنا بقول برضو بناشد من خلال برنامج حضرتك كل المواطنين، أي موتوسيكل أيا كانت قدرته وكبره وحجمه وسعره، كل الموتوسيكلات اكبر موتوسيكل فيهم فلوس ترخيصه كلها عباره عن 190 جنيه، ما بيتقلش عن كده. لما بيتظبط وهو ماشي من غير لوحات بيدفع ال 190 جنيه زائد ثلث الضريبه زائد الغرامه المقرره لما بتكون ماشي من غير لوحات اللي تتراوح من 500 ل 1000 جنيه. فطالما المواطن يعني مواطن صالح وما عندوش قصد جنائي وما عندوش مشكله، ليه ما بيروحش؟ انا برضو طبعا على الجانب الاخر عايز اقول ان احنا لما بدانا الحملات من شهرين ان التهافت على وحدات التراخيص والتردد عليها زاد باضعاف ثلاث مرات اللي كان معتاد بالنسبه لترخيص الموتوسيكلات والعربيات اللي بتدين لوحات. عامل اعباء جامده جدا على الوحدات، لكن الناس ابتدت تلجا اللي هم الناس اللي هم ما لهمش لا في الاعمال الجنائيه ولا في الاعمال الارهابيه، هم طبعا بادروا ان هم يروحوا يرخصوا موتوسيكلاتهم. انا عايز اقول برضو ان هو ممكن يكون موتوسيكل وعليه لوحه مزوره او عليه لوحه اصلا سليمه وعنده قدره على الهروب ويستخدم برضه في العمل الارهابي، ولذلك احنا بنتوسع في يعني بنوسع دائره الاشتباه بالنسبه لكل الناس اللي راكبه الموتوسيكلات، مفيش مشكله خالص الضباط بتوقفهم. طيب انا بس عايزه اتاكد من معلومه اخيره من حضرتك، حضرتك بتقولي ان انتوا هتسعوا الى تشريع يقيد عدد انه يبقى فيه شخص واحد فقط هو اللي بيقود الدراجه البخاريه، ولن تسمحوا حتى لو كان شخص وزوجته مثلا هي اللي ورا، يعني هو يبقى شخص واحد، لانه احنا شفنا قد ايه كمان السيدات بيستخدمنا من قبل الجماعات الارهابيه في الفتره الاخيره. انا عايز اقول لحضرتك ان هو الموضوع في بعد اجتماعي، ان هو ناس بتبقى ما عندهاش قدره ماليه فبتستخدم الموتوسيكل بين الولاد والزوج، لكن عايز اقول ان هو حمايه لولاده وحمايه صحيح احنا لازم نسرع في اصدار التعديل ده في القانون حمايه ليهم. وسيله الموتوسيكل وسيله غير امنه، اي خبطه في الموتوسيكل اي زحلقه اي حاجه بيسموها دايما حوادث موت، حوادث الموتوسيكل بتبقى حوادث موت بالخطر الشديد، يعني ما كانش موت بتبقى اصابه بالغه جامده جدا بتعجزهم. فطبعا الموضوع موضوع ليه جوانب امنيه كتيره وليه جوانب سلامه، لازم احنا برضو نحافظ على المواطنين ونعودهم على كده. مفيش بلد في العالم حضرتك هتشوفيها هتلاقي موتوسيكل داكب عليك فين ابدا، يا ريت. بنتمنى ان احنا ما نشوفش المشهد ده تاني. وانا بشكر حضرتك اللواء حسن البرديسي مدير الاداره العامه لمرور القاهره اللي وعدنا بانه هيكون في تشريع قريبا. هذا التشريع مش هيخلينا نشوف اتنين على موتوسيكل واحد في شوارع مصر، هيسمح بشخص واحد فقط ولا حتى شخص وزوجته، لان احنا شفنا قد ايه في الفتره الاخيره السيدات من الاخوات او من التابعين للجماعه الارهابيه كان ليهم دور، وبالتالي حاله الشك هنا او الاشتباه هتشمل الجميع، وبالتالي التشريع قادم بانه شخص واحد فقط هو اللي هيكون على الدراجه البخاريه. معنى ايه؟ طيب وقتنا انتهى النهارده، هنستكمل كمان الملف اللي فتحناه وبنتكلم عليه النهارده، ملف درجات الموت، وهنتابع ما سيصل اليه هذا التشريع، وان شاء الله التقي بحضراتكم بكره في 90 دقيقه. تصبحوا على خير.